الو معكم سهو. الو في تيمكس ميدان وحضرت في ميدان فيها شرط الزمن سمعنا لغزك يا فنان. شوفوا شوفوا داك الزين رانا في نوبي لا صح شايفت هالعين ينوي الجاية وين الفل والياسمين. انتم مشاهدينا اللي على محطة قناة الشروق راكم حاطين وفي برنامج اربح مع ساهو برنامجي انا راكم مستنيين وان شاء الله في نهاية هذه الحلقة تروحوا كامل فرحانين وراضين. ما عليكم غير انكم تكتبوا الاتصال على الرقم الظاهر اسفل الشاشة او قم بارسال كلمة ساهو بالعربي او بالفرنسي على رقم 66025 لانه اضخم الهدايا لعيونكم رانا مجهزين. وخلونا نستقبل اول اتصال. الو 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 منار. الو وي الو وي منار. الو الو ساهو. منار حبيبتي من قسنطينة. نقصي اهلا ساهو حبيبتي صح فطورك. الله يسلمك. نقصي لاتيلي خلينا نسمعوك من التليفون احسن. الو ساهو صح فطورك. الله يسلمك وانت زادة حبيبتي منار صح فطورك. الو الو ساهو. وي حبيبتي منار صح فطورك. تقريبا كي خلل في الاتصال. منار ارجعي عاودي اتصلي بينا منار مره ثانيه. ناس قسنطينه دخلوا اليوم بقوه. شوفوا مع الدخله جاتنا حبيبتي من قسنطينه. خلونا نذكروا مشاهدينا بالهدايا اللي كاينه وموفرتها لكم قناه الشروق وبرنامجي انا سهيله باللاشف في اربح مع ساهو. نشوفوا الجوائز اليوميه الاسبوعيه والشهريه. خلونا مع هذا البي تي ار. كثف اتصالك واربح مع ساهو عدد كبير من الجوائز. جوائز يوميه، خاتم واقراط من ذهب، ساعات يد رجالية ونسائية، قسيمة شراء بقيمة 30,000 دينار جزائري مهداة من طرف يسير ماركت، رحلة لشخصين من سلسلة فنادق إبروستار باي كلين كونغو، أجهزة كهرو منزلية مهداة من شركة كوندور. وعندكم أيضا جوائز أسبوعية، غرفة نوم مجهزة مهداة من طرف كوكسينال، مطبخ مجهز مهدى من طرف كونفيا، رحلات أسبوعية كاملة التكاليف مهداة من طرف فنادق خمسة نجوم، فندق ديار الأندلس سوسة. فندق لرويال الحمامات. فندق المرادي بالمارينا سوسة. وفندق ديار المدينة الحمامات. والجائزة الكبرى سيارة فخمة مهداة من طرف كوتكس علامة فاديركو. وغيرها من الجوائز تكتشفوها ليلة العيد. إقامة كاملة التكاليف لشخصين لمدة 10 أيام في أنطانيا بتركيا مع تذاكر الطائرة والخرجات السياحية. كثفوا اتصالكم. مشاهدينا كانت هذه هي الجوائز اللي راح تلقوها ان شاء الله بعد ما تكتفوا اتصالكم على الرقم الظاهر اسفل الشاشه وبعد ما تبعثوا رسائل نصيه تحمل كلمه ساهو بالعربي او بالفرنسي على الرقم 66025. ونروح نشوفوا المكالمه اللي راح عدنا. ساهو وي منورة حبوبتي صباك مليحه. لا باس الحمد لله حبيبتي. وانتي صباه؟ الحمد لله كي سمعت صوتك راني بيا راني الحمد لله. وانا ثاني راني فرحانه هدا وين غادي نسمع في صوتك مليح. حبيبتي ربي يخليك. منورة عندك ثلاث اختيارات واش تختاري؟ عندك لغزك يا فنان، عندك يا دراوين، عندك تبع شبكتنا تربح. لغزك يا فنان. لغزك يا فنان وتجينجل. اربح مع ساهو. مع ساهو. مع ساهو. اربح مع اوكي. سماح يا عين سماح يا عين.
منك يا عين شبكتيني. مساء الخير، رمضان كريم على جميع الأمة الإسلامية. معكم اليوم نوال إيلول. اللغز يقول داير كالخبزة وجلده كالمعزة، داير كالخبزة وجلده كالمعزة. ولا حبيتوا تربحوا ما عليكم غير تجاوبوا على هذا اللغز. صحة فطوركم. منال حبيبتي، كان هذا اللغز مع الفنانة القديرة اللي نحبها أنا بزاف بزاف ونعشق صوتها نوال أيلول. نقولها صحة فطورك وصحة رمضانك. وش هو الحل تاع هذا اللغز؟ قاعد كل خبزة داير كل خبزة حلزون المعزة. حلزون حلزون سلحفاة سلحفاة من عاش نقول هيا سحلفات. نعم انتي انتي وش هو الإجابة تاعك؟ سلحفات. انت متأكدة؟ مانيش متأكدة. يلا منار حبيبتي، فرحت بزاف 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 بالمكالمة تاعك. I love you so much. وخليك مع الكنترول ونشوفوا إذا إجابتك صح ولا لا. مشاهدينا شفنا الجوائز اليومية، طبعا أنتم على بالكم بها راكم ولفتوا وتابعونا وتشوفوا الجوائز اليومية تاع الشروق اللي هي خاتم من ذهب أو أقراط من الذهب. عندك ساعة نساء يد، ساعة يد عفوا نسائية وساعة يد رجالية. عدنا وشنو تاني عدنا؟ ذكرني الكنترول. عدنا رحلة، لكن اليوم رانا راح نحكوا عن الرحله الاسبوعيه اللي هي رحله كامله التكاليف لشخصين في اوتيل ديار الاندلس بسوسه، اضافه الى حمام سونا مساج وغيره من الخدمات، مع تذاكر مهدات من وكاله كومبيوس للسفر بعنابه. تحيه لهذه الوكاله اللي دائما مرافقتنا وعطيتنا بزاف اشياء جميله للمشتركين. عدنا رحله كذلك في الجائزه الكبرى، رحله لشخصين كاملة التكاليف إلى أنطاليا، مهدات من طرف سلسلة فنادق إيبيرو ستار، مع تذاكر من وكالة أنيسة تور للسفر بالصيف. تحية لوكالة السفر هذه لأنيسة تور اللي جاية بالصيف، وهذه الرحلة مدتها 10 أيام. كل هذا باي كليكن جو لما ننساهم. والجائزة هذه تعتبر من الجوائز الشهرية، فكتبوا أنتم رسائلكم يعني هذه الجوائز الشهرية باش نذكر مشاهدينا أنها عبر الأسماس، لأنه بالذات والأسبوعية يلا والأسبوعية لا خاطر بزاف ناس راهم يشكوا من المكالمات، وهذا كامل سببه الاتصالات اللي نزلت بشكل رهيب 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 لدرجة عندنا ماناش لاحقين نردوا على شكون وما نردوش على شكون. فلهذا السبب أشروا خصت لكم رقم هو 66025، تبعث فيه رسالة نصية تحمل كلمة تهو بالعربي ولا بالفرنسي. ونروحوا قبل ما نروحوا خلونا نستلموا هذا الاتصال. ألو 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 ألو، أهلين سعدية، وشهم ناس بشار سلمك كراك يخصي لا بس الحمد لله. الله يسلمك، وانت زادة صح فطورك يسلمك صحيتي. الله يخليك يا حبيبتي. عندك ثلاث اختيارات لغزك يا فنان. لغزك يا فنان ما تسمعش الاختيارات الاخرين؟ متأكدة؟ يلا جينجل. في جامعة ميدان وهضرة ميدان فيها شرات زمان سمعنا لغزك يا فنان. انا وياك كنا واحد، علش علينا تعلمنا الغدرة؟ ما هناش خاطرك ما برتيش اي حتى فرقتي العشرة. السلام عليكم، صحة رمضانكم وصحة فطوركم. معكم الشبديدين. لغزنا النهار اليوم يقول أنا ولد الماء بصح لو كان يخلوني في الماء نموت. وش هي؟ ما عليكم غير تصلوا بنا. سلام سعدية. وي أنا اسمع فيك. سمعتي الشبديدين وجهوا له تحية ونقولوا له صحة رمضانك وصحة فطورك. قال لك أنا ولد الماء بصح لو كان نبقى في الماء نموت. وش هو الحل تاعه؟ أنا ولد الماء بصح لو كان نبقى في الماء نموت. انا ولد الماء بصح لو نبقى في الماء نموت. يدرى الملح 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 الملح. اوكي حبيبتي سعدية شرفتينا بمكالمتك، ونخلوك مع الكنترول يشوف اذا اجابتك صحيحه ولا لا. نذكر مشاهدينا انه هذه الغرفه مجهزه وكامله من عند كوكسينال، قدمت لكم هذا الديزاين الخاص
على جل عيونكم كما قولوا كرمال عيونكم باللبناني باش تفرحكم في هذا الشهر المبارك، وتعتبر جائزة من الجوائز الأسبوعية. وننتقل للجائزة الأسبوعية الثانية اللي هو خلوهم يشوفوا البلاطو باش يعرفوا باللي راني ناعية. يلا كونفيا قدمت لكم مطبخ جاهز كامل بديزاين بزاف شباب، ما نظنش انه يعني ما كانش تحلم مطبخ كما هذا باش تقدم الاطباق الرائعه. واحده ما تقولنا ما نعرفش نطيب، من بعدها كامل البنات يولوا يحبوا يطيبوا في هذا المطبخ المقدم من كونفيا. ونرجع الى يسير. يسير دائما نقول لكم انها ابلكيشن جديدة والأولى من نوعها. أكيد كاين بزاف أبليكيشنات في الجزائر دخلت أنها التسوق عبر النت و إلى آخره، لكن هذا الأبليكيشن خاصت لكم الدفع الإلكتروني. إلى كل من يربح معنا، كل من يربح معنا في الجائزة اليومية راح يعطوه هدايا من هذا الأبليكيشن، يختار اللي حابها بقيمة 30,000 دينار جزائري أي 3 مليون. وألو ألو ألو السلام عليكم. مساء الخير كلمة. مساء النور. وش راهم ناس الشوية؟ كيف صحة فطارك؟ الله يسلمك حبيبتي، صحة فطارك. يسلمك ربي يعيشك. حبيبتي تفضلي معايا تاكلي قلب اللوز، حلي باش تولي. يا ربي يعيشك. تعيش الله يخليك. صافا واش درتوا اليوم فطور؟ درت تم مشتو. كيفاش؟ درت الشوربة طاجن حلود. ما شاء الله بصحتكم. ما تعرضينيش. ربي يحفظك. مرحبا بك اختي. تعيشي حبيبتي تعيشي. الله يسلمك حبيبتي. ونشوفوا الاختيارات مع بعض. حبيبتي سلمى عندنا هم بزاف يقولوا لي نحي كلمه حبيبتي بصح الله غالب نحبكم. عندنا ثلاث اختيارات. الاختيار الاول يقول لغزك يا فنان، الاختيار الثاني يقول يا دراوين، يعني يوروك منطقه وانت تقولي لنا وين جايه هذه المنطقه. الاختيار الثالث تبع شبكتنا تربح، يعني تكوني تبعتي الشبكه البرامجيه للشروق وتجاوبي على الاسئله اللي راح يطرحوها لك من خلال هذا البرنامج. واش تختاري؟ لغزك وين؟ لغزك. يلا وجينجل لغزك يا فنان. شبكتنا تربح. سماح يا عين، سماح يا عين، منك يا عين شبكتني. مساء الخير، رمضان كريم على جميع الأمة الإسلامية. معكم اليوم نوال إيلول. اللغز يقول داير كالخبزة وجلده كالمعزة، داير كالخبزة وجلده كالمعزة. ولا حبيتوا تربحوا ما عليكم غير تجاوبوا على هذا اللغز. صح سلمى، اللغز راه يقول داير كالخبزة وجلده كالمعزة، واش هو يا درا؟ دودة القفص. كيفاش؟ دودة القربة. دودة يلا حبيبتي انا ما سمعتش مليح. دودة القز. عاودي هولي. دودة. يا كنترول مانيش زودة. واش هي هذه؟ اول مره نسمعها. اخا عليك. اوكي حبيبتي خلوكي دوكا مع الكنترول وروحوا كملوا. نحكوا عن شفتوا باللي راني قاعده نكتشف في ديمون جداد بزاف، يعني هذا البرنامج استفدت منه بزاف. من بينهم نكتشفوا الجائزه اليوميه اللي هو اجهزه كهرومنزليه من عند كوندور. قدمت لكم بزاف امور، الاول كانت تقدم لكم اسبيراتور، من بعد حبت انها توفر لكم اشياء اكثر باش يكون عندكم اختيارات اكثر وحضوركم توسع اكثر. هذه الاجهزه اللي راكم تشوفوا فيها راح تربحوها مع الجوائز اليوميه. والجوائز الكبرى كما شفتوا عندنا سيارة كيا مهداة من عند كوتكس، سيارة كيا ريو هذه تعتبر من الجوائز الشهرية. السحب تاعها راح يكون بنهاية هذا البرنامج إن شاء الله كما راكم تشوفوا. وتتم اختيار هذه الجائزة أو الاسم المحظوظ اللي راح يختاروه باش يربح هذه الجائزة راح يكون اسمه من خلال مشاركته عبر الاس ام اس. عندنا اتصال. الو،
الو محمد موح. انا اهلا وسهلا بيك وبناس العاصمه. بيك يعيشك تعيش، الله يحفظك. الله يخليك. صح فطورك؟ صح فطورك. الله يسلمك، يرحم الاهل. والله لا بس الحمد لله. الحمد لله. لا بس الحمد لله. وش تختار؟ وش نختار؟ عندك لغزة يا فنان، عندك يا دراوين تشوف بلاصة تقولنا وين، وعندك تبع شبكتنا تربح. لغزك يا فنان. لغزك يا فنان وجينجل. جرى معنا تربح وسع بالك وتلتح تبع شبكتنا تربح. سماح يا عين، سماح يا عين، منك يا عين شبكتيني. مساء الخير، رمضان كريم على جميع الأمة الإسلامية. معكم اليوم نوال إيلول. اللغز يقول داير كالخبزة وجلده كالمعزة، داير كالخبزة وجلده كالمعزة. ولا حبيتوا تربحوا ما عليكم غير تجاوبوا على هذا اللغز. صحة فطوركم. محمد راهم يقولوا داير كالخبزة وجلده كالمعزة، يا درا واش هو؟ البندير. يلا نخلوك مع الكنترول باش نشوفوا اجابتك اذا صح ولا لا، وان شاء الله تكون معنا في السحب اليومي. شكرا لك. ونكمل نحكي عن الجائزة الكبرى. عندنا ثلاث جوائز كبرى مشاهدينا، يلا نشوفوا الهدايا من أول وجديد أحسن باش نذكركم كامل، وبعدها نحكوا عن الجوائز الكبرى بالتفصيل. كفي في اتصالك واربح مع ساهو عدد كبير من الجوائز. جوائز يومية، خاتم وأقراط من ذهب، ساعتية رجالية ونسائية، قسيمة شراء بقيمة 30,000 دينار جزائري مهداة من طرف يسير ماركت، رحلة لشخصين من سلسلة فنادق إبروستار باي كلين كونغو، أجهزة كهرو منزلية مهداة من شركة كوندور، وعندكم أيضا جوائز أسبوعية، غرفة نوم مجهزة مهداة من طرف كوكسينال، مطبخ مجهز مهداة من طرف كونفيا، رحلات أسبوعية كاملة التكاليف مهداة من طرف فنادق خمسة نجوم، فندق ديار الأندلس سوسة. فندق لرويال الحمامات. فندق المرادي بالمارينا سوسة. وفندق ديار المدينة الحمامات. والجائزة الكبرى سيارة فخمة مهداة من طرف كوتكس علامة فادركو، وغيرها من الجوائز تكتشفها ليلة العيد. إقامة كاملة التكاليف لشخصين لمدة 10 أيام في أنطانيا بتركيا مع تذاكر الطائرة والخرجات السياحية. كفوا اتصالكم. نذكر مجاهدينا، رانا نجاهدوا والله العظيم. نذكر مشاهدينا الكرام بالجوائز اللي كنت نحكي عليها وهي الجوائز الكبرى. عندنا ثلاث جوائز كبرى. الجائزة الأولى عندنا سيارة من كوتكس. الجائزة الثانية عندنا أربع جوائز. الجائزة الثانية عندنا ساعة فخمة. الجائزة الثالثة عندنا رحلة إلى أنطاليا لشخصين لمدة 10 أيام. والجائزة الرابعة اللي هي رحلة تاع عمرة عندنا في النصفية، يعني ليلة النصفية إن شاء الله عمرة، وعندنا ليلة 27 عمرة، وليلة العيد بإذن الله عندنا عمرة. وعندنا اتصال ثاني. فيصل. والله ما نسيت عناب الغالية. صح فطوركم. قسنطينة والطيف العالية. صح فطورك يا فيصل. واش راكم صافا لاباس؟ لاباس الحمد لله. اليوم رجال شاركوا بزاف، مرحبا بكم بناس الصيف. الله يسلمك. كراها الصيف، كيفاش الجو عندكم؟ برد ولا نورمال؟ والله غير برد اختي، والله غير انا تقول انا في الشتاء. رانا كيف كيف، ربي يعين الكل. ان شاء الله هي مات ويخلص هذا الجو، ان شاء الله نفوتوا في الجو الربيعي وتروح علينا كورونا ويخلونا نحوسوا ونروحوا ونكسبوا مع بعض هذه الرحلات. يلا عندك ثلاث اختيارات.
لغزك يا فنان تبع شبكتنا والله يا دراويش. تاع يا فنان هذيك تاع اللغز. تاع اللغز. وجيت خلونا نشوفوا اللغز تاع اليوم. الو الو معكم ساهو. الو انا وياك كنا واحد علاش علينا تعلمنا الغدرة ما هناش خاطرك ما برتيش اي حتى فرقتي العشرة. السلام عليكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم معكم الشاب ديدين. لغزنا النهار اليوم يقول انا ولد الماء بصح لو كان يخلوني في الماء نموت. وش هي؟ ما عليكم غير تصلوا بنا. وشنو هي يا فيصل؟ فيصل وشنو هي؟ قال لك انا ولد الماء بصح لو كان نبقى في الماء نموت. الله اعلم الله اعلم. الملح. شكرا على المشاركة وخلوك دوكا مع الكنترول باش نعرفوا الاجابة تاعك صح ولا خطأ. الجائزة الاسبوعية اللي حكينا عليها طيلة الاسبوع، كان المفروض اليوم نعلنوا على الجوائز الاسبوعية لكن قررنا انه الغدوة نعلنوا عليها باش يكون حاضر معنا باش يكون حاضر معنا المحضر القضائي وباش تكون كاينة مصداقية للبرنامج. هو اللي راح يعلن عن السحب الاسبوعي. عندنا رحلة كاملة التكاليف لشخصين في اوتيل ديار الاندلس بسوسة 5 ستارز، عنده كل الخدمات. كي نقولوا 5 ستارز يعني موفر لكم كل الخدمات مع تذاكر مهداة من وكالة كومبيوس للسفر بعنابة. كل هذا باي كليك اند جو، نوجه لهم تحية. وعندنا غرفة مجهزة وكاملة مهداة من عند كوكسينال. هذه الغرفة اللي راكم تشوفوا فيها يعني طول ما بدا البرنامج وانتم قاعدين تشوفوا فيها باش تزيدوا تدقوا فيها اكثر، باش تكتبوا الاتصالات على الرقم الظاهر اسفل الشاشة والله تبعثوا رسائل نصية اس ام اس تحمل كلمة ساهو بالعربي او بالفرنسي على الرقم 66025. نمر نشوفوا المطبخ المجهز الكامل. عباكم باللي الديزاين تاع الغرفة طايح مع الكوزينة مع المطبخ. كونفيا قدمت لكم هذا التصميم الراقي البسيط والرائع. هذا كامل راح يكون في الجوائز الأسبوعية ونستلم هذا الاتصال. ألو 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 طورك تهو. مساء الخير. سلام كي راكي أختي؟ أهلين آية وش راكي صفا؟ صفا غاية. أم آية عفوا صفا غاية لبيت. الحمد لله. وش من ناس الغرب؟ صابة. انت من وين بالضبط؟ من وهران. اهلا حبيبتي. حبيبتي على بالك باللي الجوائز اليوميه ندوهم هذا؟ شتو المكالمات لكم تتصلون بها؟ نعم هذه المكالمات راح يخليكم تربحوا الجوائز اليوميه. الاس ام اس يعني بعدك تكملي المكالمه هذه ان شاء الله وتكوني من الفايزين ان شاء الله، تبعثي اس ام اس يحمل كلمه ساهو يا بالعربي ولا بالفرنسي على رقم 66025 باش تفوتي في السحب الاسبوعي والشهري. اوكي ان شاء الله حبيبتي. ونمر الاختيارات، عندك ثلاث اختيارات. لغزك يا فنان تبع شبكتنا تربح والله يا دراوين. وش تختاري؟ لغزك يا فنان. لغزك يا فنان وجينجل. في كلمه ما يبان وهضره في ميدان فيها اشاره الزمن سمعنا سماح يا عين سماح يا عين منك يا عين شبكتيني. مساء الخير رمضان كريم على جميع الأمة الإسلامية. معكم اليوم نوال إيلول. اللغز يقول داير كالخبزة وجلده كالمعزة، داير كالخبزة وجلده كالمعزة. ولا حبيتوا تربحوا ما عليكم غير تجاوبوا على هذا اللغز. صحة فطوركم. أم آية داير كالخبزة وجلده كالمعزة، يا درا وشنو هذا؟ على ما أظن البنديرة. اوكي ام ايه خلوك دوكا تتوجهي للكنترول باش يقول لك اذا اجابتك صح ولا خطا. نذكر مشاهدينا انه الرقم الظاهر على اسفل الشاشه هذا للاتصالات والمكالمات اللي راح يجوز معنا كل يوم في حلقه من حلقات اربح مع ساهو، هذا اللي يخليكم تربحوا معنا جوائز يوميه. اما بالنسبه للسحب الاسبوعي والشهري راح يكون
بإرسال كلمة ساهو بالعربي أو بالفرنسي على الرقم 66025. السحب الأسبوعي أو الشهري يتم من خلال إرسالك رسالة نصية تحمل كلمة ساهو باللغة العربية أو بالفرنسية على الرقم 66025. ونروح نكمل ونحكوا عن المطبخ المقدم من كونفيا. كيف كنت نقول هذا المطبخ ديزاين تاعو بزاف، تصميمه بزاف راقي، سامبل لكل يعني النساء كامل يحبوا الحوايج هذه. المرأة العاملة، ماشي عاملة قاعدة في الدار، حبت تتفنين ما تتفنينش، تخدم ما تخدمش، ليسونسيال تحب الديكور تاع دارها يكون شباب. من الاخر يعني جزريات على بالي بكم. فكونفيا قدمت لكم هذا المطبخ الراقي كهدية أسبوعية. من بعد ما شفنا المطبخ خلونا نشوفوا جوائز الشروق، توحشناهم شوي. جوائز الشروق اليومية عنا، عبالكم باللي أنا مازال ما شفتش الخواتم كيف دايرين، ما شاء الله. عدنا خاتم من ذهب أو أقراط من الذهب مقدم ليكم من عند شروق، هذا هدية يومية قدمتها لكم الشروق. دائما شروق تحب تسعد مشاهديها سواء بالبرامج، سواء بالأفلام أو المسلسلات، أو بالحصص طبعا البرامج اللي كنت نحكي عليهم، أو بالهدايا. ونروح نشوفوا اتصال تاع اليوم. نوال، نوال وأهل تلمسان، مرحبا بك. ألو. الو، السلام عليكم. بيك يا حبيبتي اللي جايتنا من جوهرة الغرب تلمسان، مرحبا بيك. الو، صحة فطوركم. الله يسلمك، صحة فطورك. واش راكي ساهو؟ لاباس الحمد لله. واش راكي انتي؟ لاباس الحمد لله. حبيبتي انا، واش تخيري من الاشياء اللي عدنا باش تربحي معنا؟ والله ماني عارفه الاسئله الزوج اللي بقاو، كان تذكريني بهم. اوكي، عندك يا دراوين تبع شبكتنا تربح. هذا سؤال ثاني. عندك زوج، تخيري واحدة منهم، زوج فقرات. نخير الثاني. الثاني يا دراوين. ايه يلا خلص. اربح مع اوكي، لو كان جوائزك صح جرى معنا تربح، وسع بالك وترتاح. يا سعد من سن القرآن وصار، يفوز بالجنة في عزم خار، يغفر طول العام، اليد في اليد وتسعدني. قال لك وش هو اسم تاع الأغنية الخاصة برمضان أو الأنشودة الخاصة برمضان على قناة الشروق، وش اسمها؟ اسم الكليب الرسمي لقناة الشروق في رمضان، وش هو؟ اسم الكليب الرسمي لقناة الشروق. اي كنت انا فيه، منال حدلي، فرقاني، كريم الجانك، كنا بزاف. ذكرني بهم من فضلك، انا شويه مقلقه سنحي. كنت انا في تلمسان. وش اسمه؟ نقص لاتيلي. انا على قرعج، انا على بالي بك تقرعجي في اليوتيوب، فقتلك. لا لا والله مانيش نسمع. لا لا انا متمخطه. ما لا شفتيش المره الاخيره باش نخير. كيفاش؟ ذكرني المره الاخيره بالاسم باش نخير الاسم الاغاني. قلت لك هذا الكليب جاز في رمضان على قناه الشروق، فيه بزاف فنانين، ذكرت لك من بينهم كنت انا متواجده في هذا الكليب. وش اسمه؟ الاسم والله ما حسيت عليه. محلى لما على صوت الاذان، عالميدا من كل خير وعيوان، الناس قايبة تعبد وإيمان، داعية لمولا توبة وغفران. ما تذكرتيش؟ والله ما تذكرتها. معليش، إن شاء الله المرة الجاية تبعي الشبكة البرامجية تاع قناة الشروق، وإن شاء الله اتصالك المرة الجاية نستفاد وتستفادي به إن شاء الله. نكمل نحكي عن الهدايا اليومية. قلنا خاتم أو أقراط من ذهب مقدم من عند الشروق، ساعة يد نسائية وساعة يد رجالية، هذو يعتبروا هدايا يومية أيضا مقدمة من عند الشروق. صبروا معليش معليش، ما أنا نشوف الساعة شوية نقرعج. حبيبتي نديها معايا أشفاو، هاي قالت لي نديها معاك مش بتضرش عليا. من بعدها نزيد نروح نحكي شوية على ياسير ماركت، لأنه
تقريبا تقريبا ما همش مركزين الجمهور على الابلكيشن هذه. حبيت نعرفهم اكثر عن ياسر ماركت وش تدير. ياسر ماركت كما كنت نحكي مشاهدينا انها هذه ابلكيشن فيها كل شيء، ينباع فيها كل شيء، تلقوا فيها كل شيء، ممكن حتى الاجهزه اللي راكم قاعدين تشوفوا فيها ممكن انكم تلقاوها في هذا الابلكيشن. لكن الشيء اللي قدمته لكم معنا في برنامج اربح مع ساهو انه كل متصل في اليوم يربح معنا ويفوت على السحب وينذكر اسمه انه ربح مع ياسر يفوت على هذا الابلكيشن ويختار اشياء اغراض يختارهم بقيمه 30,000، يعني ما يديباسيش 3 ملايين كما نقولوا 3 ملايين بالعاميه، ما يفوتش 30,000 دينار جزائري وتوصلك وين ما كنت. يعني ياسر ماركت راح توصل لك ل 58 ولايه بالجزائر. خلونا نزيدو نروحو نشوفو كوندور، بما انه انا قاعدين نحكوا عن يومي. كوندور مقدمت لكم بزاف امور، عندنا هذه يرحوا فيها يعصروا فيها يديروهم كاع نورمالمون واسبيراتور والى غيره، يعني ديمو كاين بزاف. المهم كوندور قدمت لكم اشياء بزاف 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 راح تستعملوها وتحتاجوها انت لك خاصه سيدتي، بما انك ان شاء الله ان شاء الله تفوتي على السحب الاسبوعي وتربحي مطبخ كونفيا، تربحي معاه في السحب اليومي اشياء كهرومنزليه من عند كوندور. وعدنا اتصال منال، خليني نكمل لهم المعلومه يا منال الله يهديك. الو سوريا ثريا، انقطعت المكالمه يا ثريا، شفتي كيفاش؟ شوفي منال والله اليوم نطاقيك يا منال، اقسم لك بالله نخلي الجمهور السلوي يخرج عليك من التليفون، هبلتني اليوم. حبيبتي والله انه هذه منال هي اللي مساعدتني، اكثر انسانه راهي مساعدتني حاليا وفي هذه اللحظه، لازمني نضرب لها الشيء تفاس كدوكا قادره تغلطني. لازم راكم عارفين الشيته الذهبيه. وعدنا اتصال من وهران. الو منال علاش راكي تكوبي؟ لا لا مش منال، منال درت لها مشكل دوكا مع المشاهدين، المشاهدين منال هي اللي قاعده تكوبي. لا 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 بالعكس، هي منال هي اللي دائما تنسيستي لي على المكالمات سي بوغسا تخليني يعني نكوبي الهضره في النص، نكوبي اني نعرف لكم على الهدايا الموجوده اللي عندنا ونهتموا اكثر بالمكالمات. ان شاء الله يعاودوا يتصلوا بينا. منال راني نتمسخر كيما كديري في الشونتاج ندير لك الشونتاج. حبيبتي خلينا ناكلوا شويه قلب اللوز، وشنو وين حبتنا نجوزو؟ لوتيل، خلونا نشوفوا لوتيل الشهري ولا الاسبوعي؟ الاسبوعي رحله كامله التكاليف لشخصين، شفتوا ما خلتنيش ميم با نحلي. الرحله الاسبوعيه رحله كامله التكاليف لشخصين في اوتيل ديار الاندلس بسوسه، اضافه الى ذلك كل الخدمات فيه. هو هذا الاوتيل 5 ستار، يعني كي نقول لك 5 ستارز يعني كامل الخدمات موجودة فيه، الراحة راح تاخذها بشكل مش طبيعي من بعد ما قعدنا فترة واحنا في الحجر الصحي والحجر المنزلي وكورونا وخلا دار الشر. المهم هذه الوكالة تاع كونفيس قدمت لكم التذاكر اللي جاية في عنابة، طبعا هذه الوكالة قدمت لكم التذاكر كهدية من عندها باش تسافروا لهذا الأوتيل اللي هو ديار الأندلس في سوسة. وعدنا اتصال. الو 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 مساء الخير. مساء النور حبيبتي، ايش رايك؟ صورك يا احلى ساهو في الدنيا. الله يسلمك حبيبتي، تحيه ليكي من الجيش السهلاوي. حبيبتي من الجيش السهلاوي، اهلا بيكي والجيش السهلاوي اللي مشرفني يحفظك واللي مخليني على طول الترند، يعني اليوم الرابع على التوالي راني قاعده نفوت في ترندات بشكل مش طبيعي. سو ثانك يو سو ماتش، من خلال هذا المنبر نقول لكم انتم اقوى جيش والكل راه طمعان فيكم. واصلوا اعزائي المشاهدين. سلمك يا ربي يحفظك. حبيبتي نحبك، اي لاف يو. يلا شوفي لازم تجاوبي صح اوكي باش يقولوا جيش سهلاوي ذكي. ان شاء الله. حبيبتي عندك اختيارين، يا دراوين وتبع شبكتنا تربح، واش تختاري؟ يا دراوين. يا دراوين وجينجل. اين تقع هذه المنطقة؟ اين تقع هذه؟ يا غلطت ان شاء هذه تقع في قسنطينة.
قمرة الحبال في قسنطينة. قريبة ليك ولا بعيدة من وين؟ انا من بسكرة. الله يبارك، احلى تحية الناس بسكرة. زوجة في تقورت. حبيبتي جيت نقول لك روحي تحلي، وبعدك قلت لي من بسكرة، عرفت انه انتم الحلاوة تاع الصح، انتم حلاوة الدنيا. حبيبتي نخليك دوكا تحيلي ووجهي لي سلام للجيش السهلاوي كله، ونقول لهم راكم تاج على راسي، نحبكم بزاف، ونخليك مع الكنترول، ان شاء الله اجابتك تكون صح، ويفوت معانا سهلاوي للسحب اليومي. خلوني نحلي شوية، علاش؟ حاسديني على القلب اللوز من راه قلبها. منال والله غير نحبك، خلي لك شويه غير ما تزعفيش. دوكا نعاودو نحكو، بما ان كنا نحكو عن الرحلات الاسبوعيه، منال واش رايك نحكو لهم ايضا عن الرحله الشهريه؟ هذه تخص الجائزه الكبرى. عندنا رحلة لشخصين كاملة التكاليف إلى أنطاليا، مهداة من طرف سلسلة فنادق إيبيرو ستار، التذاكر من وكالة أنيسة تور اللي جاية بالصيف. نوجه لهم تحية ونروح نشوفوا هذا الأوتيل. قبل ما نروح نشوفه خلونا نستلموا هذا الاتصال. ألو. قبل ما نروح نشوفه. ألو ألو ألو. أيوة. مساء الخير. مساء الخير سهو. مساء النور، صح فطورك؟ اهو يعيشك انت زاده. راني من الجيش السهلاوي سهو. كيفاش؟ قلت كاني من الجيش السهلاوي. انت ثاني من الجيش السهلاوي؟ نعم نعم. اهلا وسهلا، تحيه ليكم، راكم متواجدين بكثرات. سهلت والويله ولا ما كان له؟ زغرت لكم. زغرتي زغرتي. هكاك يا قلب اللوز. معك شيراز من عنابه. اهلين شيراز من عنابه حبيبتي، نورتينا. وبيكي عايشك. راني عندي من اول رمضان وانا نعيط يا سهو. يا روحي انت سمحينا، والله المكالمات راهي بزاف 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 كثيفه، لدرجه انه حتى السيستم ولا يتبلوكا. معليش معليش، راكي منوره اساسا سهو. زعما لو كان نحطوا لك شبكتنا تربح هذا الاختيار، تقدر تجاوبي عليه؟ نقدر نورمالمون. ايه يلا خلونا نشوفوا، تبع شبكتنا. سهو الو. يا سعد من سن القران وصام، يفوز بالجنه في عزم خام، يمحي الذنوب ويغفر طول العام، اليد في اليد وتسعد ميام. الو تحمست، سمحوا لي. ولكن منوره. نقصوا شويه الجمهور المشاهدين، نقصوا شويه فاسكوني راح نبدا نعيط. ايا شيراز منوره الكليب يا سهو. اسم الكليب زعما شتينا في الكليب ولا لا؟ شفتك بيانسي. شابه شابه الله يبارك. حبيبتي الله يخليك. ايش اسم الكليب هذا؟ اسمه لمتنا تحلى. حبيبتي وخليكي مع الكنترول باش يقول لك اذا اجابتك صحيحه ولا لا، وان شاء الله تفوتي في السحب تاع اليوم وتربحي معنا. نروح نعاودوا نشوفوا الرحله الشهريه. روح نستلمنا، كنا استلمنا اتصال تاع شهرزاد ولا شيراز، نعاودوا نرجعوا نشوفوا الاوتيل. هذا اوتيل ديار الاندلس. هذه الرحله الاسبوعيه اللي راح تكسبوها معنا غدوه باذن الله بحضور المحضر القضائي، باش نبينو لكم مدى مصداقيه هذا البرنامج. انتم ما عليكم فقط انكم تكتبوا الاس ام اس، تكتبوا رسائلكم على الاس ام اس حامل كلمه ساهو بالعربي او بالفرنسي على رقم 66025. اليوم كثروا بزاف باسكو الغدوه رانا رايحين نديروا هذا السحب الاسبوعي. عندنا اتصال ولا مازال؟ اوكي حبيبتي. والان نرجع نشوفوا الاوتيل تاع الجائزه الكبرى لخاطر المقبل. اوكي خلاص نحكوا عليه، يلا خلينا نحكوا عليه. لكن بعد المكالمه، يلا وصلت المكالمه، شتو نجي نحكي على حاجه ما شاء الله يعاد يخرجوا لي من حيث لا ادري. الو الو.
الو الو الو، صحة فطوركم، صحة رمضانكم حبيبتي، صحة فطورك وانت زادة، كيفك وكيف العائلة؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. سهيلة منورة الشاشة. بوجودك حبيبتي، بمكالمتك منورة الدنيا حبيبتي. ربي يحفظك يعيشك. ربي يخليك. الو عيشك حبيبتي. نقسم اللاتيلي باش تسمعينا من التليفون احسن. نقسم التيلي، نقسم التيلي باش نسمعها. علي. الو حبيبتي. عاني سمعك حبيبتي. حبيبتي منورة، حبيبتي منورة. حبيبتي بنورك، فقط سمعينا من التليفون. اي عاني سمعك. ايوه هكا رانا نسمعوا فيك طريطري بيان. عندك تبع شبكتنا وعندك يا دراوين، واش تختاري؟ نختار يا دراوين. يا دراوين وجينجل. في كلامك في ميدان وهضرتك في ميدان، فيها شرات الزمن سمعنا لغزك يا فنان. ويا درا وين هذه المنطقة؟ أنا نشبه لهذوك الأحوال الجوية زعما، وين هذه المنطقة؟ أين تقع هذه المنطقة؟ إيه على ما أظن، على ما أظن تلمسان. تلمسان؟ تلمسان. يلا حبيبتي نخلوكم على الكنترول، وإحنا نروحوا نرتاحوا شوية في غرفة كوكسينال. لنوجه لهم تحية ونقول لهم أنتم من أكثر سبونسور اللي راكم مريحين بالمن. لا والله والو، يعني أنتم بزاف 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 عندكم يعني غرفة بزاف راقية. خلاص راح يدخلوا الإجابات. أها يلا شوفوا، خلونا نشوفوا الإجابات مع بعض. خلاص الوقت بالخف منال، ما نقدرش نزيدوا شوية. والله ما تحشمي، قالت لي نطفيها في وجهك. مشاهدينا من راه يدخل لي دوكا كوبيها في وجهك. والله غير نفضحك باش من وجهك تبدي تهضري مليح. مشاهدينا لحقنا تقريبا لنهاية الحلقة، نروح نشوفوا الإجابات ونبدأ أول شيء نغمرهم مع لغزك يا فنان. الفنان الشاب ديدين يقول لك الثلج، اللي جاوب الملح نقول لهم للاسف فرصه ثانيه ان شاء الله. اذا ما لحقتش تمسكنا على الخط وتشارك معنا في الجوائز اليوميه، تقدر ترسلنا رساله نصيه تحمل كلمه ساهو بالعربي او بالفرنسي على رقم 66025. الفنانه نوال ايلول تقول البندير، واللي جاوب عفوا واللي جاوبوا البندير نقول لهم الف مبروك لكم، اما اللي ما جاوبوهش نقول لهم فرصه ثانيه ان شاء الله. يلا يا دراوين خلونا نشوفوا اجابه يا دراوين. صنطينا الجسور المعلقه، اللي جاوبوا قال لك هذه المنطقه في قسنطينة نقول لهم الف مبروك. نشوفوا المنطقه الثانيه. غردايا، كانت غردايا متواجدة معانا في الكليب تاع لمتنا تحلى، كانت منال حد نوجه لها تحية ونقول لها صحة رمضان وصحة فطورك. كانت صورت المقطع تاع الأنشودة تاعها في غردايا. نمروا نشوفوا تبع شبكتنا تربح ولمتنا تحلى. هذا الكليب كان كليب لمتنا تحلى، كانوا وريتو لهم وجهي شويه بالك زعما يعرفوا البلاصه. قالت لي وجهك هنا بزاف، شوفي منال تجرحيني نقولها للبيبليك، راني ما نحشمش. يلا خلونا شفتوا راهم رابحين معنا غير ربعه، كان لازم يربحوا معنا سته. لا اللي جاوبوا الاجابات صحيحه كانوا ربعه. خلونا شوفوا عندنا ذهب، يا درالي من مهدة، هذا ذهب أقراط ولا خاتم صح؟ يلا أم آية من وهرة نقولها ألف 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 مبروك ليك يا حبيبتي، يا إما أقراط أو خاتم مهدة من عند أسروق كجائزة يومية ليكي. يلا ونشوفوا ساعة رجالية ليمن ليمن ليمن، محمد من العاصمة، واو صحت الساعة. اي والله جيت على حساب قلبك.
خلونا صبروا راه شويه كبير، خلونا نشدوا هكا زعما راهم بزاف. نروحوا نشوفوا دوكا معايا سير يا درا. شيراز من عنابه حبيبتي ربحت من عند معايا سير، ربحت باش نفهمها اكثر. تفوتي على الابليكيشن يا حبيبتي وتختاري اغراض من هذيك الابليكيشن بقيمه 30,000 دينار جزائري، يعني 3 ملايين. الف مبروك ليك يا حبيبتي شيراز السهلويه. خلينا نشوفوا ودوكا مع يما علاش مكبرينه هاك. دوكا مع كوندور يا دراش كود يربح مع كوندور. وردية من توغلت ألف مبروك ليك يا حبيبتي، ربحت معنا جهاز من الأجهزة الكهرومنزلية من كوندور. أصبروا نشرب الماء، أنا أمه مع كليكنجو، خلونا نشرب الماء مع كليكنجو. هذه كانت الجوائز اليومية لهذا اليوم، وان شاء الله كل يوم راح تربحوا معنا. كان من المفروض يربحوا 6 لكن ربحوا معنا اليوم غير 4. ما زالت الفرص عديده، شاركوا على الاس ام اس باش تفوتوا في السحب الاسبوعي والشهري. غدوه راح نعلنوا عن الفايزين بالجائزه الاسبوعيه، وفي الملتقى ان شاء الله صحه سحوركم. باي باي. شبكتنا تربح. ألو مع الساعة.